أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تطور وتنام مستمر على كافة الأصعدة بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة وسعادة السيد خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، معالي الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بجمهورية مصر العربية بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين. في بداية اللقاء رحب معاليه بمعالي الدكتورة هالة السعيد والوفد المرافق ومؤكدا حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير علاقات التعاون والعمل المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة بالأخص في المجالين الاقتصادي والاستثماري والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة، مشيرا معاليه إلى أهمية مواصلة تبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. خلال اللقاء تم بحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين بما يخلق المزيد من الفرص والمبادرات الاستثمارية الواعدة تحقيقا للأهداف والمصالح المشتركة.